وفي خبر عاجل ورد قبل قليل عن مقتل 73 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على أحياء سكنية بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن مسعفين بقطاع غزة. فإن القصف الإسرائيلي على منازل في بيت لاهيا أسفر أيضا عن إصابة العشرات. ومن مدينة غزة ينضم إلينا الآن مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، أهلا بك. نتحدث الآن عن حصيلة أولية نحو 73 قتيل جراء هذه الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا، المزيد من عندك. فعلا المبروك، لكن أولا يعني قبل دقائق معدودة من الآن هنا في مدينة غزة وتحديدا في منطقة مربع الريس الواقع في الجهة الشرقية من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المعروف بالصناعة، حزامين ناريين شنتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية على دفعتين ثلاث غارات متتالية تبعها غارتين، حيث لا نعرف حتى هذه اللحظة ما هو الهدف أو طبيعة هذا الاستهداف بالضبط، هل هو لمنازل للمواطنين أو أماكن يعني تم استهدافها، ولكن بشكل عنيف جدا سمعنا دوي الانفجارات الضخمة التي هزت كل مدينة غزة بأحيائها المختلفة. هذا الاستهداف يأتي المبروك بعيد الاستهداف العنيف في منطقة مشروع بيت لاهيا في بلدة بيت لاهيا إلى الشمال من القطاع وتحديدا قرب مسجد عز الدين القسام، حيث تم استهداف مربع سكني كامل أدى إلى سقوط وفقا لمكتب الإعلام الحكومي حتى الآن إلى 73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء بعيد هذا القصف للمربع السكني المكتظ بالمواطنين في مشروع بلدة بيت لاهيا. وفقا للمكتب الإعلام الحكومي يقول بأن هذا الاستهداف أو يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب تطهير عرقي واستئصال وإبادة بشكل واضح، وهذه المرة في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة راح ضحيتها حتى الآن 73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء. أيضا طواقم الدفاع المدني وأيضا الإسعاف تواجه صعوبة في عمليات انتشال المفقودين سواء من جرحى وحتى من ضحايا من تحت ركام هذه المنازل التي تم استهدافها في منطقة مشروع بيت لاهيا. أفدنا بأن هذه المنازل بعضها يعود لعائلات الشريف والهندي والكحلوت والدراوي وأيضا عبيد، هذه العائلات بعضها طمر بالأرض وأيضا سويت هذه المنازل بالأرض بفعل هذا القصف العنيف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على هذا المربع السكني الذي يقع في قلب بلدة بيت لاهيا في المناطق الشمالية من قطاع غزة. هذه المناطق التي تعتبر مصر عمليات للجيش الإسرائيلي لليوم 15 على التوالي، والعشرات من الضحايا سقطوا بفعل يعني هذه الاستهدافات. ووفقا أيضا للدفاع المدني الفلسطيني وأيضا وزارة الصحة فإن 500 من الضحايا منذ بدء هذه العملية العسكرية المتواصلة لليوم 15 على التوالي 500 من الضحايا وصلوا إلى مستشفيات شمال قطاع غزة وتحديدا مستشفى الأندونيسي ومستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا ومستشفيي كمال عدوان والعودة في مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع. شكرا على كل هذه الإيضاحات حتى اللحظة من مدينة غزة، مراسل الحدث خضر الزعنون، وبالطبع سنكون معك في الساعات المقبلة لتطلعنا أكثر عن كل هذه الأخبار الجديدة والتأكيدات الآن حول أعداد القتلى حتى اللحظة ب 73 قتيلا وعشرات المصابين في استهداف إسرائيلي لمشروع بيت لاهيا. مراسل الحدث كان قد تحدث أيضا عن حزامين ناريين بالقرب من الأونروا في مدينة غزة، لا معلومات الآن حتى اللحظة عن هذه الاستهدافات إن كانت لمنازل أم لمؤسسات أخرى تتبع للأونروا.